نالت مملكة البحرين ممثلة بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية جائزة المجموعة المفتوحة العالمية المعروفة بـ The Open Group المعنية في مجال التميز في التخطيط المؤسسي لتقنية المعلومات والاتصالات. ومن المتوقع أن يتم تسليم الجائزة للمملكة خلال فعاليات المؤتمر الذي سيقام في مدينة بنغلور الهندية في 8 من الشهر الجاري بحضور ومشاركة قادة الحكومات والخبراء والأكاديميين. هذه الجائزة ساعدت مملكة البحرين كثيرا، أو المشروع نفسه ساعد مملكة البحرين كثيرا في تحقيق أهدافها أو أهداف تقنية المعلومات من خلال تطوير معايير تقنية المعلومات. بدأت مملكة البحرين طبعا المشروع في عام 2013، فقامت بتصميم الإطار الوطني للبنى المؤسسية، وهو إطار متوافق مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال. وقامت طبعا من خلاله بتحقيق ترابط بين أهداف استراتيجية للمؤسسات الحكومية في مملكة البحرين، نعم، وبين طبعا تقنية المعلومات والإجراءات القائمة في هذه الجهات الحكومية. ونجحنا طبعا نجاح كبير في توجيه الاستثمارات في مجال تقنية المعلومات من خلال هذا المشروع وفق المعايير الدولية في تقنية المعلومات.